dari Rabat, Rabat Maroko, Rabat Maghribi, dan sekarang ini beliau merupakan penyelia kepada perpustakaan manuskrip diraja Rabat Maroko. Itu jawatan beliau. Jadi insyaAllah mungkin ada serba sedikit beliau akan berkongsi dengan kita, selain daripada membicarakan tajuk kita pada malam ini. Tajuk yang diberikan ialah kepentingan akidah Asy'ari ataupun Asy'ariyah dalam memelihara umat Islam, ataupun dalam bahasa Arabnya dauru ataupun ahammiyah al-aqidatil Asy'ariyah fi hifzil ummah. Tajuk yang agak menarik. Mungkin selain berbicara tajuk ni, mungkin beliau akan berkongsi sedikit pengalaman beliau sebagai penyelia manuskrip diraja, dan insyaAllah akan diterjemahkan oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Aiman Al-Akiti, yang juga sekarang ni sedang menyambung pengajian PhD beliau di Maroko. Jadi Al-Fadhil Al-Ustaz Aiman ni, alhamdulillah kita sempatlah bertuah dapat beliau hadir ke Negeri Sembilan ni bersama-sama dengan Al-Fadhil Doktor. Jadi sebagai pembukaan, tuan-tuan, majlis mempersilakan Al-Fadhil Tuan Guru kami Dr. Haji Syuhada bin Mahmud untuk membuka majlis dengan alunan qasidah. Falyatafaddal fadilatuhu mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap tuan-tuan dapat baca sama-sama ya. Jadi malam ni tuan-tuan semua dilantik menjadi qasidah. Ya, jadi baca sama-sama senang ya. Zikir saja Allah. Ya. Allahu 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 Allah Allah. صلي على المصطفى فيا ربي.
Tidak melengahkan masa, Glenn dengan segala sukacitanya mempersilakan Al-Fadhil Dr. Khalid Zahri untuk menyampaikan ceramah beliau. Falyatafaddal fadilatuhu mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fala yas'uni illa an ataqaddama bi syukri al-jazil إلى كل الإخوة في دار الإفتاء الذين شرفوني بالحضور بين أيديكم لكي ألقي هذه الكلمة المتواضعة راجيا من الله سبحانه وتعالى أن تكون لها ثمرة وبركة في قلوبنا. عندما نتكلم على العقيدة الأشعرية فإننا مبدئيا نفهم بأن هناك عقيدة تؤطرنا وتحمينا من مخاطر قد تؤثر على هويتنا وقد تؤثر على وجودنا، بل إن أبا الحسن الأشعري الذي ينسب إليه هذا المذهب رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يبتغي إلا هذا الهدف، وعليه فإنه عندما ينسب هذا المذهب إلى أبي الحسن الأشعري من حيث أنه أبرز وأهم المدافعين عن مذهب أهل السنة والجماعة. لا ننسى بأن الفترة التي ظهر فيها أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كانت فترة هاجت فيها الفتن، بل الأكثر من هذا أن مذهب أهل السنة والجماعة بدأ يضعف. كان مذهب أهل السنة والجماعة كان هو الذي يملك الحق، لكن لم يكن يملك الحجة والقوة التي من خلالها يمكن أن ينصر هذا المذهب، فصارت هناك مذاهب تتقوى بسبب أنها بدأت تدعي بأنها هي التي تملك الحجة والبرهان، كالمعتزلة مثلا، كالمذهب الاعتزالي الذي سطع في ذلك الوقت. ولاحظ أيضا بأن انتشار المذاهب وتمزقها وتوسعها أدى إلى ظهور ظاهرة خطيرة جدا تماثل ما نراه في عصرنا هذا، وهو ظاهرة التكفير. فكان وجوده بفضل الله تعالى كان وجوده حلا مباركا للأمة. لماذا؟ لأنه كان اكتسب عندما كان تلميذا لأبي علي الجبائي المعتزلي لمدة 40 سنة اكتسب قوة استدلالية قوية جدا، فجاء وأعاد الاعتبار لمذهب أهل السنة. ولهذا من الخطأ أن نقول إن واضع هذا المذهب هو أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري ما هو إلا أبرز المدافعين عن المذهب، فلما كان أبرز المدافعين عن المذهب نسب إليه هذا المذهب، فهو جاء لإكمال مسار ابتدأه الرسول صلى الله عليه وسلم وأتمه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى أبي الحسن الأشعري. فكان قبله كثير من أهل السنة وعلى رأسهم عبد الله بن كلاب رضي الله عنه والمحاسبي الحارث بن أسد المحاسبي وغيره من أهل السنة الذين كانوا ابتدأوا يدافعون عن مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن كان بشكل محتشم إلى أن ظهر أبو الحسن الأشعري فاستطاع أن يظهر بأن أهل السنة نعم عندهم الحق، ولكن نعم يملكون القوة والدليل العقلي الذي لا يملكه غيرهم. والدليل على ذلك أيضا
أنه عندما نرجع إلى كتب الإجازات، كتب الإجازات والمشيخات والمسلسلات، عندما يرمون أسانيدهم في المذهب الأشعري لا يقفون عند أبي الحسن الأشعري، تجدهم يرمونه بالسند عن شيخهم وشيوخ شيوخهم إلى أن يمروا بأبي الحسن الأشعري، لكنهم لا يقفون عنده، وإنما يستمرون بالسند إلى أن يصلوا إلى عبد الله بن كلاب، ثم إلى الصحابة رضي الله عنهم، ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fadilatul Syekh telah memberi mukadimah dengan basmalah, selawat dan salam, dan selanjutnya mengucapkan kesyukuran, terima kasih kepada semua orang yang telah menjayakan acara pada malam hari ini, yang semoga kita harapkan majlis ini majlis yang penuh barakah. Ketika mana kita berbicara tentang akidah Asy'ariyah, maka kita tahu bahawa akidah Asy'ariyah ini, iaitu yang telah diasarkan atau telah dicetuskan oleh Abul Hasan Asy'ari, bukanlah hanya menjadi akidah yang tersebar di negara yang tercinta ini, akan tetapi dia tersebar di seluruh tempat yang lain. Tapi apa yang kita lihat bahawa akidah Asy'ari, iaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau adalah orang yang membela, yang membela akidah Ahli Sunnah wal Jamaah secara keseluruhannya. Pada waktu dilahirnya Abul Hasan Al-Asy'ari, pada waktu itu terjadilah sebuah fasa waktu atau senggang waktu yang terjadi banyak fitnah, di mana Ahli Sunnah wal Jamaah bukannya tidak ada, tapi ada, cuma mereka tidak memiliki kekuatan atau tidak memiliki posisi dalam kerajaan dan lainnya atau pengaruh, sehinggakan pada waktu itu golongan Mu'tazilah lah yang memikirkan kekuatan secara politik dan memerintah daerah atau khalifah Islamiah, sehingga tersebarlah mazhab atau aliran mazhab Mu'tazilah pada waktu itu, yang akhirnya akan membawa kepada pengkafiran. Seperti, tapi apabila Abul Hasan Al-Asy'ari yang merupakan anak murid kepada Al-Jubai, dan akhirnya dikatakan sebagai pencetus akidah Asy'ariyah, ini sebenarnya terdapat kesalahan fahaman, kerana yang jelas yang membina akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi beliau hanya lahir untuk membela mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah secara umumnya, yang mana pada waktu itu Ahli Sunnah wal Jamaah adalah mazhab yang sahih diikuti oleh ulama-ulama dari tabi'in dan tabi'in, sampailah kepada salah seorang ulama besar iaitu Ibnu Kulab, yang mana ketika zahirnya Abul Hasan Al-Asy'ari, akhirnya kalahlah Mu'tazilah dan menanglah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dengan bernisbahkan kepada nama Abul Hasan Al-Asy'ari, mereka memiliki kekuatan. Bukti yang saya katakan ini boleh dirujuk dalam kitab-kitab ijazah ulama-ulama, seperti kalau kita melihat silsilah mereka dalam bab ilmu kalam, ulama-ulama terdahulu tidak berhenti ketika menceritakan silsilah guru mereka sampai kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi meneruskan silsilah ilmu kalam mereka sampai kepada Abdullah bin Kulab, sampai kepada tabi'in, dan akhirnya sampai kepada golongan sahabat radhiyallahu anhu. ولم يقف الحد عند أبي الحسن الأشعري، وإنما أبناء المدرسة الأشعرية ظلوا أوفياء لهذا المنهج، بحيث ظلوا يجتهدون في البحث عن الدليل، أينما وجدوا الدليل يتبعونه ويعملون به من أجل أن ينصروا به عقيدتهم، أصلا من أجل أن يؤسسوا إيمانهم على أساس قوي، ولكن أيضا من أجل أن ينصروا عقيدتهم. وأنتم تعلمون أن الإسلام في تاريخه الطويل قد تعرض للكثير من الهجومات والكثير من الكيد والكثير من المخاطر، سواء من خارج دولة الإسلام أو من داخل دولة الإسلام، فكان هؤلاء أساطين الأشاعرة بمثابة الحارس، بمثابة المرابط في ثغر من ثغور الله. فنذكر أبا بكر الباقلاني وأبا بكر ابن فورك والجويني والغزالي والفخر الدين الرازي، كل هؤلاء ضلوا حماة لهذا المذهب، وبحماية لهذه المذهب كانوا حماة لعقيدة المسلمين. أعطي مثالا على ذلك، عندما نرى بأن الأشاعرة يقررون بأن المعرفة هي شرط في الإيمان، ويأتون بالأدلة العقلية على ذلك، هذا لم يكن عبثا،
حقيقة الإيمان قد يكفي أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وأن تتبع منهج أهل السنة بدون أن يكون لك دليل، ولكن لا ينبغي أن ننسى بأنك لا توجد وحدك في هذا الكون، هناك مهاجمون قد يكون أقوى منك في العقل وقد تكون حجتهم أقوى منك، بمعنى أنه لا يكفي أن تكون تملك أن تكون مالكا للحقيقة أو تكون مالكا للحق. عندما يأتي مثلا الأشاعرة ويجعلون المعرفة شرطا في الإيمان، هذا لم يكن عبثا، وإنما قصدهم تحصين أنفسهم من المكائد. مثلا عندما التنصير فشل في بلدان المسلمين بسبب الأدلة التي كانوا يملكونها من تلك المتون التي كانوا يحفظونها وكانوا يؤلفونها الأشاعرة، عندما يأتي المنصر ويقول للمسلم ينبغي أن تؤمن بأن السيد المسيح هو الله أو هو ابن الله، تلقائيا يتذكر تلك القاعدة العقلية التي تعلمها من الأشاعرة عندما علموه بأن الله تعالى قديم والقديم منزه عن الحوادث إلى غير ذلك من القواعد المعهودة عند في كتب الأشاعرة. عندما يحفظ هذه القاعدة ويؤيدها عقله ويشرب بها قلبه، فيأتي المنصر ويقول لهم مثلا قد ورد في إنجيل يوحنا أن السيد المسيح هو الله، تلقائيا هو لا يمكن أن يقبل هذه الفكرة لأنه يؤمن بمذهب يقوم على العقل، لأن العقل يقرر ويؤكد بأن السيد المسيح جسم، والجسم يكون مؤلفا بمعنى أنه تعتريه الحوادث، وما دام كذلك فيستحيل أن يكون إلها. وهذه من الأمور التي جعلت التنصير فعلا يفشل في بلاد المسلمين، ولكن متى ينجح؟ ينجح عندما تنتشر الأمية، وعندما ينتشر وعندما يقل فهمنا لهذا المذهب الذي به حميت أمتنا، والذي يمثل المذهب مذهب الأكثرية في العالم الإسلامي، الذي تقريبا على الأقل 90% من المسلمين في العالم الإسلامي الذين ظل يحميهم هذا المذهب بمنهجه العلمي ومنهجه العقلي الذي اتبعه رواده في حماية دينهم وفي حماية ظهورهم. Ketika kita membahas tentang mazhab Asy'ari, mazhab Asy'ari itu apa? Iaitu mazhab Asy'ari yang melandaskan akidah mereka dengan dalil yang kuat, iaitu ulama-ulama mereka membina akidah mereka dengan akidah yang didasari oleh dalil-dalil, hujah-hujah yang kuat untuk menghalang daripada serangan-serangan musuh luar meruntuhkan akidah Ahli Sunnah Wal Jemaah. Cubalah kita lihat ulama-ulama bermazhab Asy'ari, iaitu dari golongan Asy'ariyah seperti Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Ibn Furaq, Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Al-Juwayni, Imamul Haramain Al-Juwayni, yang mana mereka semua telah bergelut dan menulis dalam kitab-kitabnya dalil-dalil hujah-hujah untuk membela akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah daripada pengaruh-pengaruh ancaman luar dan menjaga akidah Islam. Seperti contoh, saya beri contoh yang mudah adalah seperti bab makrifat atau mengenal Allah. Ada ulama Asy'ari yang mengatakan bahawa syarat iman itu adalah mengenal Allah dahulu. Akan tetapi pada dasarnya ia bukan bermakna iman tidak cukup tanpa makrifat. Mereka bermaksud bahawa dengan iman sebenarnya sudah cukup, iaitu iman saja sudah cukup, dengan tanpa mengetahui dalil pun sudah cukup iman tersebut. Hanya saja kenapa mereka mewajibkan makrifah atau mengenal Allah sebagai syarat iman adalah kerana untuk membenteng akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, membenteng diri daripada serangan akidah-akidah yang terpesong di luar sana yang telah menyerang akidah umat Islam. Akhirnya mereka pun menjadikan makrifah sebagai syarat untuk iman. Dan termasuk dari itu, mereka juga telah berusaha, ulama-ulama Asy'ariyah telah berusaha untuk membaguskan dalil-dalil mereka seperti
ketika mana kalau kita lihat pada zaman hari ini ataupun pada zaman dahulu, golongan-golongan yang missionaries yang berusaha untuk menyebarkan akidah Kristian mengatakan kepada orang-orang awam dari kalangan Muslimin bahawa bukankah Isa itu adalah Tuhan, adalah seorang Tuhan atau adalah seorang anak kepada Allah atau anak kepada Tuhan. Maka pada waktu itulah Asy'ariyah menggunakan kaedah akal yang kuat di dalam mazhab Asy'ari, iaitu mengatakan bahawa sesungguhnya Allah bersifat qadim. Maka wajiblah dengan menggunakan kaedah ini kita dapat memperkakas akal kita dan hati kita sehinggakan kita dapat menolak apa yang mereka dakwa. Dan kita bertanya balik kepada mereka, tidakkah engkau melihat bahawa Isa itu adalah seorang manusia yang berjisim? Kalau betul Allah, kalau betul Isa itu adalah anak Allah, kenapa dia berjisim sedangkan Allah SWT ataupun Tuhan itu mesti dibersihkan daripada segala sifat yang baru, iaitu jisim itu adalah sifat yang baru. Oleh itu, sehingga itulah kita dapat lihat pada hari ini Asy'ariyah, jumlah mereka sudah mencapai sebenarnya 90% dalam dunia ini bermazhab Asy'ari dan mereka berhasil untuk menjaga agama. ولهذا فإن المذهب الأشعري لم يكن فقط ألف حقيقة، ألف في كتب مستقلة لبيان مطالبه ومباحثه وأبوابه والقضايا والمسائل التي تعالج في علم الكلام الأشعري، ولكن لا ننسى أيضا بأن هذا المذهب من أجل تأكيد هوية الأمة وحمايتها، فإننا نلاحظ بأن الأشاعرة جعلوه حاضرا حتى في كتبهم غير الكلامية، غير حتى كتبهم التي ليست في أصول الدين أصروا على أن يكون هذا المذهب حاضرا. ولهذا كثير من كتب الفقه التي ألفها الفقهاء الأشاعرة تجدهم كان تقليدا عندهم أنهم يبتدئونه بعقائد الأشاعرة ثم بعد ذلك يدخلون في أبواب الفقه كاملة ثم يختمونه بفصل في التصوف الجنيدي. نأخذ مثالا على ذلك المنظومة المشهورة في المذهب المالكي لابن عاشر الفاسي المتوفى سنة 1040 للهجرة. بماذا ابتدأها؟ ابتدأها بمقدمة، المنظومة ابتدأها بمقدمة في قواعد العقائد والتي نظم فيها أم البراهين للسيانوسي التي تعتبر أعظم ما ألف في المتون الأشعرية. وبعد ذلك وهي منظومة في الفقه، ثم بعد ذلك دخل في أصول الفقه، فحتى إذا أتم كل الأبواب في أصول الفقه ختمها بالباب الأخير الذي سماه كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف، يعني في التصوف الجنيدي. وهذا نجده حاضرا أيضا حتى في الكتب الصوفية أنفسهم. وقد ذكرت في فترة الظهر كيف أن أحد كبار صوفية المغرب وهو أيضا من كبار أشاعرة الغرب الإسلامي وهو أبو العباس العزفي المتوفى سنة 638 للهجرة، من أجل حماية المسلمين من مخاطر التقاليد النصرانية التي دخلت مدينة سبتة في شمال المغرب كالاحتفال بذكرى رأس السنة النصرانية وغير ذلك، كيف أنه ألف كتابا في التصوف وهو الدر المنظم في المولد المعظم، وهو إن قرأته في التصوف لكنه قصد به أيضا حماية عقائد المسلمين من أن يتطرق إليها ما يفسدها. Oleh sebab itu cuba kita lihat dalam kitab apa mazhab Asy'ari, mereka tidak hanya mengarang. Kalau kita sebut mereka adalah ulama Asy'ari, ulama Asy'ari tidak hanya mengarang kitab dalam ilmu kalam atau ilmu akidah yang mana menjadi pengkhususan mereka. Akan tetapi ulama-ulama mazhab Asy'ari itu hadir pada selain ilmu kalam juga. Contohnya dalam kitab-kitab fikih, mereka biasanya memulai dengan pembahasan akidah yang mengikuti akidah mazhab Asy'ariyah. Lalu mereka meneruskan pembahasan dengan pembahasan fiqah, setelah itu menutup dengan pembahasan tasawuf yang mengikuti manhaj Imam Junaid Al-Baghdadi. Seperti contoh, saya boleh beri contoh seperti Imam Ibn Ashir
iaitu seorang ulama yang ada di Maghribi sana, bahawa mereka mengarang, beliau telah mengarang suatu manzuman, nazoman atau manzumah yang bernama Mursyidul Mu'in. Dalam kitab ini, di mukadimahnya, beliau telah membina asas iaitu kaedah-kaedah akidah yang mengikuti manhaj Imam Sanusi yang merupakan ulama besar dari mazhab Asy'ari. Lalu beliau masuk dalam pembahasan usul fiqh, hanya sedikit untuk sebagai pengenalan usul fiqh dan pembahasan fiqh dalam fiqh Maliki. Lalu beliau menutup dengan pembahasan, iaitu pembahasan penting-penting yang ada di dalam ilmu tasawuf yang beralirkan kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Begitu juga boleh kita lihat seperti ulama-ulama sufi yang terkenal, bahawa ini seperti yang telah saya jelaskan pada waktu ceramah saya di waktu zuhur tadi, iaitu seorang sufi yang ada di daerah Septah, iaitu suatu Madinah yang ada di utara Maghribi yang berbatasan dengan Laut Mediterania yang boleh masuk kepada Spanyol, di mana Abul Abbas As-Sabti pada waktu itu telah terjadi fitnah besar, iaitu terjadinya perayaan awal tahun Nabi Isa, yang mana orang Nasrani merayakannya dan menghidupkannya sebagai sebuah budaya di Madinah tersebut. Maka beliau datang, Abul Abbas As-Sabti telah datang mengarang suatu kitab yang bernama Ad-Durrul Munazzam, yang bertujuan untuk menolak kebatilan nazam tersebut, perayaan tersebut, budaya tersebut, dan mengatakan bahawa yang benar adalah dengan cara kita merayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawa ini bukan hanya kitab dalam tasawuf, tapi kitab ini juga adalah kitab untuk memberi hujah melawan kemungkaran yang telah dilakukan oleh puak Nasrani yang ada di Septah sana. وكما ظهرت هذه الحماية الأشعرية لعقيدة الأمة في كتب أصول الدين وفي كتب الفقه وفي كتب التصوف، نجدها أيضا حضرت في كتب السيرة النبوية، ويمكن أن نمثل لذلك مثلا بكتاب الشمائل النبوية للقاضي عياض، وهو كتاب مشهور جدا الكل يعرفه شرقا وغربا، وهو الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، فهو كتاب في الشمائل النبوة في الشمائل النبوية، ولكنه أيضا كتاب يعتبر من أهم وأنفس ما ألف في مبحث النبوات في أصول الدين، وما ذلك إلا لتأكيد هذا الإصرار على أنك تجعل نفسك تحصن عقيدتك وتحفظها في أي كتاب ألفه أحد العلماء المسلمين من الأشاعرة. Juga seperti yang telah dijelaskan bahawa Asy'ariyah terkenal bukan hanya dalam kitab akidah, kitab fiqah, juga kitab tasawuf dan lain-lain, akan tetapi bukan berhenti di situ sahaja. Mazhab Asy'ari juga hadir dalam kitab Sirah Nabawiyah atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh, iaitu seorang ulama besar dari mazhab Asy'ari yang terkenal di Maghrib dan bahkan di seluruh dunia, iaitu Al-Qadi Iyad. Beliau telah mengarang kitab yang bernama Asy-Syifa fi Ta'rifi bi Huquqil Mustafa, yang mana dalam kitab itu apa yang diketahui, banyak orang mengatakan itu adalah kitab tentang syama'il atau sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebenarnya atau yang lebih hak, kitab itu boleh dianggap juga sebagai kitab dalam usuluddin, yang mana di dalamnya telah dimasukkan pembahasan-pembahasan penting yang mengukuhkan akidah kita untuk beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi terakhir, dan akhirnya dapat menjaga akidah kita daripada akidah-akidah yang dapat memisungkan kita. Wa kana min wasa'il hifdh al-asha'ir li'aqaid al-ummah annahum ijtahadu fi ta'lif mutun saghira yasbul hifdhuha wa kanat tutaraddad yawmiyan ala alsinatihim min ajli an يؤسسوا أولاً إيمانهم على أسس قوية، وأيضاً من أجل القدرة على الدفاع على عقيدتهم، وأيضاً هناك هدف ثالث من أجل حمايتهم من المخاطر التي قد تأتيهم من خارج من المذاهب الضالة أو المذاهب التي تناصب العداء للإسلام. بمعنى إضافة إلى هذه المتون التي كانوا يحفظونها ويؤلفونها لأبناء الأمة للصغار وللأميين وللنساء، إضافة إلى ذلك نجدهم كانوا الكتب التي تكون متداولة بين العامة كانوا ينشرون فيها عقائد الأشاعرة حتى يستوعبها المسلم ويحفظها ويتشربها في قلبه يوميا. يمكن أن نعطي مثالا على ذلك،
مثلا عندما نرجع إلى دلائل الخيرات لمحمد بن سليمان الجزولي ونجد في أن هذا كتاب في الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بت فيه المذهب الأشعري من خلال هذه الصلوات، فأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحفظ عقائدك بالدليل. مثال ذلك أنه عندما نجد مثلا الأشاعرة عندما يجمعون على أن التخصيص يكون بالإرادة، تجد سيدي محمد بن سليمان الجزولي يقول في دلائل الخيرات: اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خصصته إرادتك. هكذا، انظر، هاي قاعدة أشعرية تجدها في الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو عندما نجد في صفات المعاني عند الأشاعرة وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وترجع إلى حزب الثلاثاء من أحزاب دلائل الخيرات فتجده يقول: اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما أحاط به علمك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما أحصاه كتابك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما نفذت به قدرتك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما خصصته إرادتك، اللهم صل علينا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما توجه إليه أمرك ونهيك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما وسعه سمعك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما أحصاه بصرك. فتجد صفات المعاني بتمامها موجودة في هذه الصلوات، فأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحفظ عقيدتك، وهذا ربما من أروع النماذج التي تبين لنا كيف أن الأشاعرة اجتهدوا في حفظ عقيدة الأمة. Termasuk salah satu cara bagaimana ulama Asy'ariyah mengajarkan kepada kita untuk menjaga akidah kita daripada serangan luar adalah ulama-ulama Asy'ariyah telah mengarang kitab-kitab matan ataupun nazam atau syair-syair yang mana menjadi asas bagi akidah kita, yang mana dengan kitab-kitab yang kecil ini kita disuruh untuk menghafalnya dan membacanya setiap hari demi menjaga diri kita daripada serangan mazhab-mazhab sesat yang ada di luar sana. Contohnya, mereka menyuruh anak-anak kita untuk menghafal matan-matan akidah Asy'ariyah secara setiap hari, dan akhirnya mereka keluar daripada madrasah sebagai seorang yang mazhab Asy'ari dan dapat berhujah melawan orang yang luar. Contoh yang lain dapat kita beri contoh adalah seperti kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat, apa yang terkenal ia adalah kitab solawat. Kitab solawat yang dibaca untuk bertabaruk dengannya. Akan tetapi hakikatnya kitab tersebut bukan hanya berhenti sebagai kitab solawat. Ia adalah kitab yang terdapat di dalamnya unsur-unsur mazhab Asy'ari yang kuat. Sehinggakan ketika orang tersebut menghafalnya untuk membaca demi barakah, kalau direnungkan bahawa sesungguhnya kitab tersebut dapat menjadi dalil menjaga diri mereka dengan berkakaskan dengan akidah-akidah Asy'ariyah. Saya beri contoh satu sahaja, iaitu seperti kita tahu dalam mazhab Asy'ari bahawa sifat al-iradah, Allah menentukan suatu, mewujudkan suatu, iaitu dengan memiliki, dengan lantaran memiliki sifat iradahnya. Bahawa Allah tersedar, akan tapi dalam kitab Dalil Khairat disebutkan di situ bahawa ya Allah, engkau berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan sifat iradah engkau telah menciptanya. Dan juga terdapat di dalam hizib hari Selasa, iaitu Imam Jazuli telah menyebutkan iaitu sifat-sifat ma'ani atau termasuk sifat-sifat Allah secara sempurna, seperti beliau menyebutkan di dalam kitab Dalil Khairat tentang sifat ilmu Allah, tentang sifat kalam Allah, sifat kudrah, sifat iradah, sifat sama', basar dan lain-lain. Sehinggakan dengan ketika kita membaca kitab salawat ini, kita bukan bertabaruk sahaja dengan salawat, akan tetapi ia juga berfungsi untuk menjaga akidah kita. Itulah yang dimaksudkan dengan akidah Asy'ariyah tersebut. Wa min ahamm ma yahfazuna bihi hadzal madhhab wa annahu aidan yahfazuna min at-tatarruf ويحفظنا من العصبية ويحفظنا من الوقوع في التكفير ويحفظ أمتنا من الفتن. لهذا فإن المذهب الأشعري عندما كان هو الذي يفرض نفسه في العالم الإسلامي
كان المسلمون يعيشون في تعايش منقطع النظير، لكن للأسف عندما بدأ الناس يتراجعون عن نصرة هذا المذهب، انظر الآن في العالم الإسلامي إلى هذه الفتن وهذا التكفير وهذا التقتيل الذي نجده حاصلا للأسف بين المسلمين. أولا، هذا المذهب بطبيعته هو مذهب معتدل، مذهب وسط، حتى إنه عندما ترجع إلى المذهب الأشعري وتقارنه بالمذاهب الإسلامية الأخرى تجده دائما هو المذهب الوسط الذي ليس متطرفا لا نحو السلب ولا نحو ليس موغلا لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف. حتى في المسائل العقدية الدقيقة التي نوقشت في علم الكلام كمسألة مثلا خلق الأفعال، تجده مثلا المذهب الأشعري يقف موقفا وسطا بين الجبرية وبين القدرية. وأيضا إضافة إلى ذلك هو أن عندما تكون أشعريا فهذا يستلزم ضرورة أنك تكون مناظرا، وهذا يستلزم ضرورة أنك تكون منفتحا، وإذا كنت مناظرا وكنت منفتحا استحال أن تقتل غيرك واستحال أن تنشر الفتنة، لأنك تكون تؤمن بأن الحق لا يثبت إلا بالدليل والبرهان. ولهذا فإن أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه ماذا نجد؟ نجد في حياته أنه قبل أن ينصب نفسه للدفاع عن أهل السنة كان مناظراً وعاش مناظراً ومات مناظراً، وهو يقول وهو يحتضر على فراش الموت يقول لأصحابه وهم بجانبه: اشهدوا أنني لا أكفر أحداً من أهل القبلة. بمعنى أن هذا المذهب من فضائله أنه يحمينا من التكفير، يحمينا من الوقوع في الفتن، يجعلنا أمة وسطا بحق، ويجعلنا أيضا أمة يمكن أن تكون مشرفة ويمكن أن تكون مؤهلة لأن يقتدى بها. Oleh sebab itu mazhab Asy'ari mazhab Asy'ari berfungsi untuk menjaga agama ini, negara ini daripada perlakuan-perlakuan yang bersifat membahayakan, memecah belah, memisah-misah dan ekstremis. Dan ketahuilah, orang Islam ada waktu dulu yang hidup di dalam fasa waktu mazhab Asy'ari, mereka hidup dengan aman. Dan kita boleh lihatlah apa yang terjadi pada hari ini. Musibah yang besar terjadi hari ini bagi negara-negara yang tidak mengasaskan diri mereka dengan mazhab Asy'ari. Apa yang terjadi, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang buruk, dan juga mengkafirkan orang lain. Mazhab Asy'ari sejatinya adalah mazhab yang muktadil, yang boleh dianggap sebagai mazhab yang moderat, yang tengah-tengah, yang tidak berpaling ke kanan atau ke kiri. Seperti contoh dalam pembahasan penciptaan perbuatan manusia ataupun perbuatan makhluk, mazhab Asy'ari terbukti berada di tengah-tengah di antara golongan Qadariyah dan di antara golongan Jabariyah. Maka Asy'ari, mazhab Asy'ari dari dulu telah mengasaskan mazhab mereka dengan sebagai mazhab yang menaikkan rasional dengan bermunazarah dan menjadi golongan yang terbuka, terbuka untuk berdialog dan lain-lain. Kerana apa? Mazhab Asy'ari beritikad bahawa yang hak tidak akan terbukti kecuali dengan dalil. Oleh itu kita sentiasa melihat pada dalil. Kalau kita lihat sejarah Abu Hasan Al-Asy'ari, sebelum beliau wafat, beliau telah berkata bahawa aku tidak akan mengkafirkan salah seorang pun daripada ahli kiblat. Dengan ini, itulah mazhab Asy'ari. Kita bukan mazhab yang mudah mengkafirkan orang, berbeza dengan mazhab yang lain yang mudah mengkafirkan orang. Semoga kita semua tetap dengan bermazhab Asy'ari ini. Walihada fa inna amamana al-an mas'uliyah kabira jiddan la siyama fi zamanina hadha alladhi ya'ishu fihi al-islam marhala 'asibah لم يسبق له أن عاشها في تاريخه الطويل. يجب علينا أن أولاً أن ننصر هذا المذهب وأن نعيد له الاعتبار وأن نعلمه لأبنائنا ولنسائنا ولإخواننا وأخواتنا، وأن نتفهمه مرة أخرى، وأن نحصن به أنفسنا وأن نحصن به عقيدتنا، وأن نتخذها وسيلة لمواجهة التيارات الضالة التي بدأت تخترقنا وتدخل من حيث ندري أو لا ندري إلى بلداننا الإسلامية. نسأل الله تعالى أن
يعيننا على ذلك، وأن يبعد عن المسلمين شر الفتن، وأن يعينهم على الرجوع إلى سيرة سلفهم الصالح. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اجعلنا ممن ينصرون دينك، اللهم اجعلنا ممن ترزقهم شفاعة رسولك يوم لقائك، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اغفر لنا ذنبه كله، دقه جله، أوله وآخره، سره وعلانيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Pada hari ini, pada zaman kini, kita dalam keadaan marhalah atau fase waktu yang sangat musibah, yaitu terjadinya kekerasan dan golongan-golongan yang ekstremis telah mengancam kita. Oleh itu, kita semua berkewajipan untuk menolong mazhab Asy'ari ini dengan cara mengajarkan anak-anak kita, isteri-isteri kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita untuk berpegangan dengan mazhab-mazhab Asy'ari, dengan akhirnya dapat melawan pemikiran-pemikiran golongan sesat yang luar dan dapat menyelamatkan kita semua dari segala fitnah yang terjadi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebenarnya masih ada masa lagi, jadi kita buka sesi soal jawab. Kalau ada soalan, pertanyaan yang ingin diajukan, boleh ajukan kepada Ustaz Aiman. Ustaz Aiman akan terjemahkan kepada Al-Fadhil Doktor. Silakan tuan-tuan, satu, dua soalan, tiga soalan mengenai tajuk kita pada malam ini. سؤال: ما هي علاقة بين الأشاعرة والصفات العشرين؟ بالنسبة لصفات الله تعالى، الأشاعرة عندما تكلموا على صفات الله تعالى على ضوء الحكم العقلي، أي ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الله تعالى، هي بالنسبة للصفات العشرين التي تجب لله تعالى، ينبغي أن نعلم بأنها ليست هي الصفات وحدها الواجبة على رسول الله، على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كمالاته لا تتناهى، ولكن تلك الصفات لأنها ثبتت بالاستقراء وهي عشرين، هي التي طلب منا أو أمرنا بأن نعرفها بالتفصيل، على التفصيل يعني على التعيين، وإلا فإن كمالاته لا تتناهى، وهناك كمالات أخرى لم نطلب بمعرفتها على التعيين، ولكن طلب منا أن نؤمن بها على الإجمال، فنعتقد بأن الله سبحانه وتعالى كمالاته لا تتناهى. ويقال ذلك أيضا في الصفات المستحيلة، وهي ما يستحيل في حقه تعالى، وهي أضداد العشرين الأولى. نقول أيضا فإن كل نقص يستحيل في حقه تعالى، كل نقص، أي نقص تخيلته في ذهنك فالله سبحانه يستحيل عليها، بمعنى أن تلك الصفات قصد به أن يتحقق شرط المعرفة، لأن المعرفة شرط في الإيمان، والمؤمن يطلب منه أن يعرف الله سبحانه وتعالى قبل أن يؤمن. ولهذا قال السنوسي عندما
ذكر أحكام الحكم العقلي، اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة أقسام: الوجوب والاستحالة والجواز. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. واعلم أنه يجب على كل مكلف أن يعرف المعرفة، واعلم أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق الله تعالى وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. تلك الصفات التي ذكرها الأشاعرة من أجل أن يتحقق أصل المعرفة، والمعرفة هي التي تخرجك من التقليد. المعرفة هي المتفق على إيمان صاحبها ونجاته من النار، وهي التي تخرجك من التقليد المختلف في نجاة صاحبه. هذا هو. Soalan dari Dr. Yusri iaitu apa hubungannya antara sifat 20 dengan Asyairah. Syekh menjawab bahawa sifat Allah SWT yang telah disusun oleh Asyairah itu berdasarkan pada hukum akal, iaitu seperti wajib, mustahil dan jaiz. Oleh itu akhirnya mereka mengatakan ada 20 sifat Allah, yang wajib bagi Allah SWT. Akan tapi ketika kita membicarakan tentang 20 sifat ini, sifat ini bukan hanya 20 sahaja. Akan tapi Allah disifati dengan sifat kamalnya yang secara sempurna, yang tidak ada limitnya, tidak ada limit sifat kesempurnaannya. Hanya saja kenapa terjadi hanya 20? Itu adalah kerana berdasarkan istiqra atau penelitian yang dapat ditemukan hanya 20. Dan kita tetap wajib percaya bahawa ada kesempurnaan-kesempurnaan, sifat kesempurnaan Allah yang lain yang tidak dapat kita mentafsirkannya. Tapi kita beriman secara umum sahaja bahawa ya, Allah memiliki sifat kemuliaan, kesempurnaan yang lain. Seperti contoh juga lawannya, iaitu sifat mustahil bagi Allah. 20 yang wajib, ada 20 yang mustahil. 20 yang mustahil ini adalah sifat kekurangan, sifat kurang yang tidak berhak dimiliki oleh Allah SWT. Tidak mungkin Allah memiliki sifat-sifat kurang tersebut. Maka kita juga wajib beriman bahawa Allah tidak mungkin disifati dengan apa-apa sifat kekurangan secara umum. Jadi Allah mesti disifati dengan sifat yang sempurna. Oleh sebab itulah akhirnya ulama Asyairah mengatakan bahawa syarat untuk beriman itu adalah makrifah. Seperti yang telah disebutkan yang telah lalu, bahawa Imam As-Sanusi misalnya, ketika beliau memulai kitab beliau, beliau telah menerangkan apa itu hukum akal. Iaitu hukum akal itu terdiri pada tiga: wajib, mustahil dan jaiz. Wajib adalah ketika mana akal ini tidak bisa menerima tidak perkara tersebut itu tidak wujud. Akal ini wajib menerima bahawa perkara itu mesti wujud. Dan yang kedua mustahil, akal ini tidak boleh menerima perkara tersebut itu wujud. Berarti akal ini mengatakan bahawa perkara itu tidak boleh wujud sama sekali. Dan yang ketiga adalah jaiz, akal ini boleh mentasawurkan, boleh membayangkan perkara tersebut boleh wujud dan juga boleh tidak wujud. Maka setelah itu beliau langsung berkata, wa'lam, ketahuilah, wajib bagi sekalian orang yang mukallaf untuk mengetahui perkara yang wajib bagi hak Allah SWT. Imam Sanusi menggunakan istilah ya'rifah, iaitu untuk mengetahui. Menggunakan kalimat ya'rifah itu mengetahui, mengetahui apa yang wajib bagi hak Allah SWT dan hak para Rasulnya. Itu apa, dengan kalimat ini dia membawa ke bawah makrifah. Dengan makrifah atau mengetahui, mengetahui sahaja itu sudah mengeluarkan orang tersebut daripada taklid menjadi mengetahui atau memiliki dasar dan pegangan dalam akidah dia, sehingga kan dia tidak mudah disesatkan oleh orang-orang yang ingin menyesatkan dia. Soalan lain? Ada waktu lagi. Dalail Khairat, kitab selawat Dalail Khairat itu, kalau macam mana pula dibandingkan dengan amalan kitab selawat Barakat Makiyah dalam mengukuhkan akidah Asyairah? Ini masalah masyhur indana kitab Dalail Khairat fil amal, wa ma ra'ikum fi kitab as-salawat al-barakat al-makkiyah fi hifdh al-aqidah al-asy'ariyah fiha.
هذا دور هذا دور المسلم الذي يكون يعرف عقيدته. مثلا في كما هو معلوم يوجد عندنا في مدارسنا العتيقة وأنا متأكد أنه أيضا في مدارسكم العقيدة توجد مقررة في الحفظ على للطلبة صغر السنوسي أم البراهين. الجميل في هذه العقائد التي نحفظها والتي تحفظ في المدارس العقيدة والتي كانت في فترات تاريخية معينة تجد كل المسلمين تقريبا يحفظونها. عندما تتحصن بهذه العقائد وتفهمها حين تصير أنت قادرا على أن تميز بين ما يجب أن تأخذ به وما لا يجب أن تأخذ به. أنا لم أتأمل في الكتاب الذي ذكرته الآن، ولكن أنا متأكد بأنه أي مطلع على أم البراهين مثلا كأن يكون فقط إن لم يكن يحفظها يكون فاهما لمباحثها، فإنه قد يجد فيها ما يدل على أنها تنسجم مع عقائد الأشاعرة. ولا يبعد أن يكون الرجل إن كان أشعريا أن يكون فعلا صنع وصاعب دلائل الخيرات، وقد تجد خلاف ذلك فتبين مواضعه وتبين مواضع الخلل. لكن الذي أريد أن أنبه إليه وأنه للأسف هناك بعض الناس الذين يأخذون كتب الصلوات هذه كدلائل الخيرات وغيرها ويبدأون يطعنون فيها ويحرمون النظر فيها ويحرمون قراءتها. للأسف تاريخ الأمة أثبت بأن هذه الصلوات بها حفظت الأمة. وهل هناك شيء أفضل من التوحيد بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك لا شيء، حتى إن كتاب هناك مشهور ويباع للأسف الشديد في بلاد المسلمين شرقا وغربا عنوانه شخص ألفه ينتمي إلى توجه متطرف، والموجود في كل المكتبات في العالم الإسلامي عنوانه كتب ليست من الإسلام ويذكر منها دلائل الخيرات. تخيلوا أن دلائل الخيرات يعتبر كتابا ليس من الإسلام، وعندما نقول كتب ليست من الإسلام بمعنى أن صاحبها كافر، وبمعنى أن من يقرأها فهو كافر، وبمعنى أن من يردد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الصلوات فهو كافر. بمعنى أن للأسف أرجو من الله تعالى أن يهدي الناس عن هذه الأفكار الغريبة، وأيضا أسأل الله تعالى أن يفطن المسلمين من الوقوع في من أن يصل بهم الجهل إلى مستوى أن يأخذوا بما في هذه الكتب. Ini adalah fungsi orang Islam dalam menjaga akidah mereka adalah dengan contoh misalannya apa yang ada di dalam Madrasah Atiqah atau mungkin di Malaysia dikenal dengan pondok pesantren, di mana guru-guru, tok guru menyuruh atau mewajibkan murid-murid mereka menghafal kitab-kitab matan akidah seperti Ummul Barahin dan lain-lain. Misalannya di Maghribi dahulu, suatu ketika dahulu semua orang menghafal kitab-kitab matan akidah, kerana dengan menghafal kitab akidah tersebut mereka akan menjaga akidah mereka sampai mereka misalnya menghafal kitab Ummul Barahin, mengetahui apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah dan yang harus bagi Allah. Aku sebenarnya tidak pernah beramal ataupun mengetahui membuka atau membaca kitab yang disebutkan tadi, tapi aku percaya kalau kitab tersebut itu seperti kitab dalam khairat yang mana akan menjaga kita akidah syariah, maka amalkanlah. Sayangnya pada hari ini ada setengah manusia mengatakan bahawa kitab-kitab salawat ini adalah kitab yang sesat, dan bahkan ada di kalangan mereka yang mentohmah bahawa kitab ini adalah kitab yang dapat mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Mereka mengharamkannya. Padahal tarikh, menurut tarikh yang ada di dalam umat, iaitu menurut sejarah dari Islam, bahawa kitab salawat ini telah menjaga umat Islam sejak lama.
salah satu kitab masyhur yang terkenal di dunia Arab sana, iaitu dikarang oleh orang yang golongan ekstremis, mengatakan bahawa sesungguhnya kitab Dalil Al-Khairat ini bukanlah termasuk kitab daripada Islam. Bagaimana beliau, orang tersebut, boleh mengatakan tersebut? Kalau dia mengatakan bahawa kitab Dalil Al-Khairat itu bukan daripada kitab yang ada dalam Islam, maka dia seolah-olah telah mengiktibarkan atau menganggap bahawa pengarang kitab Dalil Al-Khairat sebagai orang yang kafir, na'uzubillah min zalik, dan menyatakan bahawa orang yang mengamalkan kitab Dalil Al-Khairat sebagai kafir. Dan oleh itu aku berharap bahawa pemikiran yang pelik ini tidak masuk di negara ini dan menyebabkan orang menjadi bodoh terhadap itu. Hal hunaka al-farq baina al-asyairah wal maturidiyah? Ahlu sunnah wal jamaah تمثلها ثلاثة مدارس. المدرسة الأولى هي مدرسة الأشاعرة، والمدرسة الثانية هي المدرسة الماتريدية، والمدرسة الثالثة هي مدرسة أهل التسليم والتفويض، ويقال لها مدرسة السلف. وإن كان تاج الدين السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى عندما ترجم أبا الحسن الأشعري تكلم على الأشاعرة فقال: الأشاعرة مدرستان، مدرسة الأشاعرة المؤولة وهي المدرسة التي تخاطب العلماء، بمعنى أن الأشعري عندما يخاطب العلماء أو طلبة العلم فإنه يستعمل التأويل. وعندما نقول هنا التأويل نقصد التأويل فيما يتعلق بالصفات السمعية أو ما يقال لها الصفات الخبرية، يعني المتشابهات. والمدرسة الثانية هي مدرسة أهل التسليم والتفويض، وهم الذين لا يؤولون. وما معنى لا يؤولون؟ لا يؤولون وفي الوقت نفسه لا يجسمون، يعني لا يؤولون ولكن ينزهون الله تعالى عن كل نقص. لأن من يقول مثلا إن الله له يد لكن لا كالأيدي، أو له عين لكن كالأعين، أو له رجل لا كالأرجل، هو في الحقيقة وإن ادعى التنزيه فإنه قد جسم، لأن اليد يد والرجل رجل والعين عين، هذا كما تقرره اللغة. ولا فرق بينه وبين من لا فرق بين من يقول هذا الكلام وبين من كانت تقوله الكرامية قديما وكانوا مجسمة، عندما كانوا يقولون الله جسم لا كالأجسام. فمن يقول الله جسم لا كالأجسام هو عينه، هو نفسه من يقول له يد لا كالأيادي أو عين لا كالأعين أو إلى آخره. بناء على هذا التقسيم الذي ذكره السبكي والذي نجده حاضرا عند الأشاعرة، حيث إنهم عندما في كتبهم كانوا يستعملون خطابين، خطاب العلماء وخطاب العوام. ويكفيكم في ذلك الإمام الغزالي رحمه الله في كتبه التي كانت موجهة إلى الخاصة كيف كان مؤولا، لكنه في الوقت نفسه ألف كتاب حرم فيه على العوام أن يخوضوا علم الكلام، وهو كتاب إلجام العوام عن علم الكلام. ونجد من أمثلة ذلك أحد كبار أشاعرة المغرب وهو أحمد زروق، الذي كان مؤولا لكن عندما ألف كتابا للعوام وهو عدة المريد الصادق قال: وينبغي أن نخاطبهم بالتسليم والتفويض. بل إن الأشاعرة ماذا قرروا؟ قرروا بأنه وإن كنا نؤول فإن من يؤول ثم يخاطب العوام بالتأويل فيجب أن يعذر، لأن هذا قد يؤدي إلى الوقوع في الفتنة. فبناء على هذا التقسيم يمكن أن نقول بأن أهل السنة مدرستان، مدرسة الأشاعرة ومدرسة الماتريدية ومدرسة الأشاعرة، التي تنقسم إلى اتجاهين: اتجاه الأشاعرة المؤولة واتجاه الأشاعرة المفوضة. أما بالنسبة للماتريدية فإنهم من أهل السنة والجماعة، وهم أتباع أبي منصور الماتريدي. وأبو منصور الماتريدي عندما ينسب إليه هذا المذهب رحمه الله فهو عند التحقيق
هو المتكلم الذي جمع قواعد المذهب ورتبها ونظمها، وإلا فإنه أخذ المذهب من شيخ الأحناف الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان فقيها كبيرا وكان أيضا متكلما كبيرا وألف الفقه الأكبر والوصية وغيرها وغيرهما. أخذ ما قاله أبو حنيفة الإمام الأعظم، أخذه ونظمه ورتبه وعلق عليه، فنسب إليه المذهب تجاوزا. والتحقيق أنه بين الأشاعرة والماتوريدية لا يوجد إلا سبعة مسائل اختلفوا فيها، وهذه المسائل في أغلبها عندما تتأمل فيها تجدها أن الخلاف بين فيها إنما هو خلاف لفظي فقط وليس خلافا جوهريا، فكلهم من أهل السنة والجماعة ولا نفرق بينهم، وكلهم إخوة جمعنا الله وإياكم على كتابه وسنته. Memandangkan soalan sudah banyak, kita tutup soalan ya. Kita bagi ada 2-3 orang lain lagi itu diselesaikan. Ya, kemudian kita akan berhentilah insya-Allah. Tahu dah ke bawah mana ya soalan tadi satu? Ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlus Sunnah wal Jamaah dia terbagi kepada 3, iaitu Asy'ariyah, yang kedua Maturidiyah, yang ketiga adalah Ahlu Taslim atau dikenal juga dengan nama Ahlu Salaf. Imam As-Subki rahimahullah telah mengarang kitab namanya At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah, ketika mana beliau mensyarahkan atau menjelaskan tentang sejarah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau telah menjelaskan bahawa Asy'ariyah terbagi kepada 2 mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhab ta'wil, yang mana mazhab ta'wil itu dimaksudkan bagi orang-orang yang bertaraf ulama', iaitu ketika mana mereka dapat mampu untuk mentakwil sifat-sifat atau ayat-ayat sifat mutasyabihat. Sedangkan mazhab kedua adalah mazhab tafwid, yang mana orang tafwid ini mereka tidak mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, tapi pada waktu yang sama mereka tidak mentajsimkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka membersihkan Allah daripada segala sifat makhluk. Contohnya permasalahan yang besar adalah apabila datang golongan yang mengatakan bahawa Allah itu memiliki tangan, akan tetapi bukan seperti tangan-tangan yang lain. Ketahuilah kalimat ini sebenarnya telah masuk di dalam golongan tajsim, iaitu golongan yang menjisimkan Allah SWT, na'uzubillah min zalik. Kerana apa? Golongan ini tidak ada bezanya dengan golongan karamiyah mujassimah, iaitu golongan karamiyah yang telah menjisimkan Allah. Kerana apa? Orang karamiyah juga berkata Allah itu berjisim tapi tidak seperti jisim-jisim. Maka tidak ada beza antara keduanya. Mereka jugalah golongan ini pada hari ini yang mengatakan bahawa Allah itu ada tangan tapi tidak seperti tangan-tangan. Berdasarkan pembahagian yang telah dilakukan oleh Imam As-Subki ini, akhirnya banyak ulama yang datang juga sebelumnya seperti Imam Al-Ghazali telah mengarang kitab yang membahas kitab tentang dalam ilmu takwil dan lain, tapi beliau juga mengarang satu kitab yang mana menunjukkan kepada orang awam untuk tidak masuk dalam bab takwil ini dengan mengarang kitab nama dia Iljamul Awam an Ilmi Kalam. Boleh juga kita rujuk kepada salah seorang ulama mazhab Asy'ari Sufi yang besar, iaitu Imam Zarrub, dalam kitabnya Iddatul Murid, yang mengatakan bahawa mazhab yang selamat untuk orang awam adalah mazhab mentafwid, iaitu menyerahkan makna kepada Allah SWT tapi mereka tidak mentakwil. Kerana apa? Kalau orang awam belajar atau membiasakan diri mereka dengan mentakwil, takut terjadi kesalahan. Oleh itu mereka sepatutnya ditakzir kalau sampai dapat jatuh kepada fitnah. Dapat disimpulkan bahawa Asy'ariyah tergolong kepada 2 golongan, iaitu golongan Asy'ari yang takwil dan golongan Asy'ari yang melakukan tafwid. Sedangkan Maturidiyah itu adalah mazhab daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana apa? Abdul Mansur Al-Maturidi yang lahir di Asia Tengah sana, bahawa beliau telah mengikuti kaedah-kaedah yang telah diajarkan oleh guru-guru mereka, iaitu guru-guru beliau adalah guru-guru dari golongan ulama Ahnaf atau golongan yang bermazhab Hanafi, yang mana mereka bukan hanya mengarang kitab dalam ilmu fiqah tapi juga mengarang kitab dalam ilmu kalam, yang sampai silsilahnya kepada Abu Hanifah, iaitu pendiri mazhab Hanafi sendiri, iaitu Abu Hanifah mengarang kitab namanya Fiqhul Akbar misalnya.
Dalam hal ini, kalau kita membahas tentang perbezaan antara mazhab Asy'ari dengan mazhab Maturidi, kita sebenarnya ada dapat disimpulkan bahawa ada terjadi 7 sahaja perkara yang berbeza. Dan perbezaan ini juga bukan perbezaan yang besar. Perbezaan ini adalah perbezaan dari segi lafzi sahaja, iaitu makna zahir sahaja atau penggunaan lafaz sahaja. Oleh itu, tidak sepatutnya kita terlalu membezakan antara dua madrasah yang besar ini. Ma ra'yukum fil hadis jariyah ain Allah? هذا الحديث تكلم عليه العلماء كلهم وأفادوا فيه الكلام وألفت حوله مؤلفات، ولكن لا ندخل في هذه الخلافات وهذه التأويلات، ولكن نقول باختصار. أولا، التي قالت أين الله وأشارت إلى السماء، أولا لا ينبغي أن نعلم بأنها كانت لأول مرة ستسلك، هذا أولا. وبمعنى أنها الذي يكون جاهلا وقد يرتكب بعض الأخطاء، لأنه لا ينبغي أن نكلف الناس فوق طاقتهم. ثانيا أنه في لغة العرب كان مستفيضا في لغتهم، أنه يقصدون بالعلو في السماء، يقصدون به العلو عندما يريدون أن يعبروا عن شيء عال، فإنهم يشيرون إلى السماء ولا يقصدون أنه في السماء، كأن يقول شخص لآخر مثلا أنت مرتبتك عندي في السماء. عندما أقول مثلا لأيمن أنت مرتبتك عندي في السماء، وهذا مستفيض في كلام العرب، فهذا لا يعني أن أيمن موجود الآن، أن أيمن موجود في السماء، بمعنى أن كلامها ليس بالضرورة أن نأخذه على ظاهره. واللغة العربية هي لغة المجاز ولغة الاتساع في الكلام، فلا معنى لأن نقصرها على فهم واحد فهمه شخص لا يريد أن يفهم من اللغة إلا ظاهرها، فإن أنكر المجاز فذاك شأنه، لكن ليس من حقه أن يفرض علي رأيه وأن أنكر أنا المجاز. من حقي كما هو أنكر المجاز وأخذ بظاهر الكلام، من حقي أنا أيضا أن أأخذ ما أجمعت عليه الأمة وما أجمع عليه علماء اللغة، وهو أن شطر العربية المجاز، وأن أغلب الكلام قائم على المجاز. هذا خلاصة ما يمكن أن نقوله في هذه المسألة. Hadis ini sebenarnya telah dibahas oleh ulama dalam kitab-kitab mereka yang sangat banyak. Yang sebenarnya kalau kita rujuk tu dah boleh menjawablah masalah ini. Oleh sebab itu saya tidak ingin masuk dalam pembahasannya yang terlalu dalam. Saya cukup mengikhtisarkan dengan hadis bahawa Aynallah tadi itu ketika mana perempuan jariah tersebut mengisyarahkan tangannya di sama. Ini kita kena tahu situasi bahawa perempuan tersebut adalah perempuan yang sangat awam, yang tidak tahu atau masih jahil, yang mungkin dia terjadi kesalahan atau kita takut mungkin kerana dia terjadi kesalahan maka kita biarkan dia macam tu. Yang kedua, orang Arab atau bahasa Arab itu sendiri ketika menunjukkan sifat tinggi di atas langit, itu bukanlah maksudnya atas dalam erti tempat yang ada di atas langit, akan tetapi sifat tinggi itu bermaksud dia apa, iaitu bermaksud agung. Mungkin dia tidak bermaksud ketika perempuan tersebut mengisyarahkan di langit, tidak bermaksud Allah itu berada menempati tempat langit, tapi mengagungkan Allah SWT. Contohnya, saya beri contoh adalah ketika mana saya mengisyarahkan kepada fulan dan mengatakan bahawa engkau berada di langit, misalnya berada di langit, itu bukanlah bermaksud secara zahir dia itu berada di langit, tapi yang dimaksud di sini adalah bahasa majaz. Dan kalau bahasa majaz, kita tahu bahawa ulama ahli lughah telah sepakat, telah berijmak bahawa majaz ada di dalam bahasa Arab.
ما الفرق بين الصفات العشرين والتوحيد ثلاثة ثلاثي ألوهية ربوبية أسماء وصفات؟ هل هذا التوحيد ثلاثي يقبل في عند أهل السنة والجماعة؟ بالنسبة للتوحيد الثلاثي اللي هو الألوهية والربوبية إلى آخره، عندما ترجو إلى الصفات العشرين، بعد الكلام على الصفات العشرين وبيان أدلتها، يذكرون بعد ذلك صفات الاستغناء والافتقار. صفات الاستغناء هي صفات قلت يقسمونها إلى صفات الاستغناء وصفات افتقار. صفات الاستغناء هي الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والتنزه عن النقائص، ويدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام وتنزهه تعالى وجوب السمع والبصر والكلام وتنزهه تعالى عن الأغراض وأيضا كون الأفعال ممكنة في حقه تعالى. هذه تسمى عند الأشاعرة، هذه هي التي تسمى بصفات الاستغناء. ثم صفات الافتقار، وهي التي يقصدون بها صفات الافتقار، وهي التي تتمثل فيما يلي: الحياة وعمو القدرة والعلم، والحياة عفوا الحياة وعموم السمع وعموم القدرة والإرادة والعلم، ويضاف إليها التوحيد، ويضاف إليها أن العالم مخلوق بأسره، ويضاف إليها أنه لا أثر لأهل شيء في هذا الكون، لأن المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. صفات الاستغناء هي التي يسمونها أيضا صفات الألوهية، وصفات الافتقار هي التي يسمونها بصفات الربوبية. وتلك الصفات التي يذكرونها إنما هي أمثلة كما قلت من بيان أن كمالاته سبحانه وتعالى لا تتناهى، وأنه سبحانه وتعالى يجب له كل كمال، وأنه في بالنسبة للمستحيلات أن الله سبحانه وتعالى ينزه عنه كل نقص. Ketika kita membicara tauhid tiga, iaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan kita akan cuba lihat dalam kita dalam sifat 20, setelah membicarakannya, sifat 20 ini dapat terbagi kepada dua, iaitu sifat istighna dengan sifat iftikhar. Sifat istighna iaitu yang dianggap cukup, itu adalah seperti wujud, mukhalafatulil hawadisi, dan tanazzuh membersihkan Allah, seperti sifat basar, kalam, dan membersihkan Allah dari sekalian perkara yang baru. Ini boleh digolongkan sebagai sifat istighna. Sedangkan sifat iftikhar adalah seperti hayat dan membersihkan Allah daripada segala makhluk persamaan. Jadi Allah itu bukan makhluk, dan juga menganggap bahawa yang melakukan, iaitu tidak ada yang melakukan segala sesuatu, itu adalah Allah, bukan yang lainnya. Maka ini adalah sifat iftikhar. Sifat istighna itu boleh dianggap sebagai sifat uluhiyah, dan sifat iftikhar itu boleh dianggap sebagai tauhid rububiyah. Dan kita tahu bahawa Allah SWT kesempurnaan dia tidak ada penghabisannya sama sekali. يا أخي، أنا أرى بالنسبة للعامي ليس من مصلحتي أن يدخل في هذه الأمور. أرى بأن للعامي أن يبحث عن العلماء، وأن يبحث عن العلماء العاملين، وعنهم
وعنهم يأخذ أصول الدين. أما أن يذهب ويشتري كتب صغيرة تباع بنصف رنك ويبدأ يقرأها ويحاول أن يقلدها، أصول الدين لا تؤخذ بهذه الطريقة. أصول الدين تؤخذ من عند العلماء. فأنا الذي أنصح أن الذين يحاولون أن يقوموا بهذه المقارنة، ليس من مصلحتك أن تدخل في هذه الأمور، فلنترك هذه الجدالات الكلامية تبقى بين العلماء لا ننزلها إلى العوام. الأفضل بالنسبة لهذا الشخص أن يبحث عن عالم إذا كان مبتدئاً أو لا يعرف عقيدته جيداً، فأنصحه أن يذهب ليبحث عن عالم ويأخذ عنده. والحمد لله في هذه الولاية يوجد عندكم من العلماء ما لهم ذكر في الشرق والغرب، وإن كان له تحصيل فلا يناقش هذه الأمور أمام العامة، وليذهب عند أحد العلماء وليناقشها، لأن إنزالها إلى العوام قد تثير فتنة. ونحن الآن في زماننا هذا، ونحن في بلاد المسلمين في غنى عن هذه الفتن، وأنتم ترون آثارها في مجموعة من دول العالم الإسلامي. فالرجاء أن نتجنب أمثال هذه الأفكار وأمثال هذه الأمور التي أصبحت للأسف تشاع بين المسلمين. Syama, setelah saya jelaskan soalan tersebut, saya jelaskan apa maksud soalan tersebut. Syama mengatakan bahawa orang awam sepatutnya mencari ulama. Jadi bukan orang awam itu belajar usul din dari membeli kitab-kitab yang ada di tepi jalan yang harga di 50 sen misalnya, lalu mengambil cara ini iaitu membagi tauhid kepada tiga dan lainnya. Dan kalau boleh, mereka tinggalkanlah perbahasan apa perdebatan dan pergi mencari orang yang alim untuk belajar dan mengetahui dalil ini dan menghasilkan ilmu itu sendiri, bukan bermunakasyah atau berdebat dengan perkara ini terhadap orang awam. Cuba tengoklah apa yang terjadi di dunia Arab sekarang, di mana mereka terasar dengan pemikiran yang sesat ini dan mereka dalam keadaan porak-peranda. Soal sama. Alhamdulillah tuan-tuan, saya kira perkongsian ilmu pada malam ini mengenai tajuk kepentingan akidah Asy'ariyah dalam memelihara umat Islam merupakan satu tajuk yang cukup menarik untuk dibahaskan, dan Al-Fadhil Dr. Khalid Zahri telah berkongsi dengan ilmu berkongsi dengan kita maklumat yang cukup baik dan penting berserta dengan soalan-soalan yang diajukan kepada beliau. Saya kira jawapan-jawapan yang telah beliau berikan, insya-Allah mudah-mudahan jawapan-jawapan yang bernas, yang boleh untuk kita faham, padan dan memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum saya menutup majlis kita pada malam ini, suka untuk saya umumkan dua perkara. Yang pertama, insya-Allah tuan-tuan, pihak Majlis Agama Islam Negeri Sembilan akan mengadakan daurah ilmu tauhid bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Aiman Al-Akiti, penterjemah kita pada malam ini, iaitu pada 29 hari bulan ni. 29 hari bulan ini bertempat di Masjid Hussein Seremban 2. Insya-Allah daurah mengenai kitab tauhid yang dikarang oleh Imam Al-Bajuri, syarah dia dalam bahasa Melayu tuan-tuan, ada kitab kitab boleh dapatkan nanti di hari kejadian. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar sana ada dibuka meja tuan-tuan oleh pertubuhan Sahah Syekh Salih Al-Ja'fari. Tuan-tuan berminat nak ambil pamphlet, nak berwakaf, nak beli majalah, boleh dapatkan di luar sana. Alhamdulillah tuan-tuan, saya mohon maaf kalau ada kekurangan
sepanjang saya mengendalikan majlis kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa nafa'ana Allahu bi ulumi fadilati dhaifina Syekh Dr. Khalid Az-Zahri wa matta'ana Allahu wa matta'ahu bisihhati wal afiyah fi ri'ayatin da'imatin بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثبتنا على العقيدة الراسخة التوحيد بالله سبحانه وتعالى معنى أن يحيينا الله على التوحيد ويميتنا على التوحيد ويدخلنا جميعا في جنة النعيم مع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين آمين يا رب العالمين.